هو كاين اكتفاء ذاتي في هذا الخصوص تاع الامهات. كاين مشكل صرا سنه قبل، جات مرض فيروس جديد، هو الاس 5 جاء، كنا ماش نديروا عنه تلقيح، خذا صرافت وفيات كبيره في الامهات، هذه اللي خلت المنتوج يكون اقل. صح الدار قلت الحمد لله جابت السلطه، جابت التلقيح، دوك بدينا نلقحوا عليه، في المستقبل ان شاء الله ما يكونش مشكل كما هذا ان شاء الله. احنا عندنا ننجو البرودكسيو بالنسبه للامهات الدجاج، في عندنا 20 مليون كتكوت في الدجاج اللحم، عندنا 9 ملايين في الدجاج البياض، عندنا الدجاج البياض 9 ملايين، عندنا في الديك الرومي حوالي 2 مليون ديك رومي. هذا هو الانتاج اللي عندنا، لاباطوار يعمل 3000 طائر في الساعه. فيما يخص اشهر ان شاء الله احنا نحاولوا ما تفوقش ال 400 دينار جزائري للمستهلك، بالامكانيات تاعنا من الكتكوت للتربيه للاباطوار ان شاء الله ما تعداوش 400 دينار جزائري كيلوغرام ان شاء الله.